عايدة الشحي مديرة إدارة الأمان الإشعاعي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية. بدأت العمل في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 2010 كأخصائي فيزيائي صحة، مسؤولة عن التراخيص والتفتيش للمنشآت الإشعاعية، ومن ثم تدرج كرئيس لقسم المصادر المشعة، عملت كمشرف للتفتيش أيضاً والتراخيص للمجال الإشعاعي. القطاع النووي يعتبر من القطاعات الجديدة نسبياً في دولة الإمارات، لذلك العمل فيه يشكل تحدي للرجل، سواء للرجل أو المرأة، ولكن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها كشريك أساسي للرجل في بناء هذا القطاع من خلال إنشاء النظام الرقابي للتشريعات النووية في دولة الإمارات، من خلال المساهمة في عمليات التفتيش في بناء البنية التحتية للوقاية الإشعاعية، المساهمة في التصدي للطوارئ الإشعاعية، كل ذلك في سبيل تحقيق رسالة الهيئة، ألا وهي ضمان حماية المجتمع من الإشعاعات الضارة المؤينة، بالإضافة إلى ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات. مشاركة المرأة في هذا المجال في القطاع النووي تعتبر فيه مشاركة فعالة يقتدى بها عالمياً في هذا المجال. منذ تأسيسها في 2009 عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على تشجيع مشاركة المرأة في جميع مجالات القطاع النووي التخصصية، وتم إعطاؤها فرص متساوية مع الرجل، كما حرصت الهيئة على عملية تشجيع المرأة على عملية استكمال دراساتها في هذا المجال ومشاركتها في جميع الأنشطة والمشاريع الحيوية في هذا المجال أيضا، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة أو مشاركة تمثيل المرأة في الهيئة 40% من أصل 247 موظف لديها. أود أن أشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها ومساندتها وعطائها اللامحدود للمرأة الإماراتية، وأيضاً لتمكينها للمرأة الإماراتية لتصبح نموذجاً يحتذى بها إقليمياً وعالمياً في جميع المجالات.